السلام عليكم خويا مهاد، كي داير الله بخير؟ لاباس يسعدك. عليك، صحة بخير. خويا مهاد، اليوم عندك قناة علي تي في ماروك. ربما انت راك متبع علي تي في ماروك وعرفتي يعني المحتوى ديالها. دائما دائما كتحاول تنشر وتعطي واحد الارشيف، ودي واحد الارشيف ديال المواليع ديال المغرب. ولو انني تعطلت شوية، ولكن اليوم جيت للقصر صدفة وقلت ولا بدا نعيط للاخ ديالنا مراد، وشكرا على انك تقبل الدعوة ديالي. خويا مراد، اول حاجة كان ارحب بك سي علي في القصر الكبير، بارك الله مبروك فيك عندي. اخويا، بارك الله فيك. شرف لي ان نكون ضيف شكرا، عندك في الاذاعة ديالك بارك الله فيك خويا. علي تي في. شكرا خويا مراد. مرحبا وشكرا. شكرا مرحبا. اخ مراد اللي كنقولوا لي حنا مراد القصر او مواد فارماسيان، حنا عندنا مواد امين فارماسيان المولوع. اذا خويا مو انت عارف لو برانسيب ديال الاذاعه ديال القناه والموضوع ديالها. اذا اخويا مواد، حنا اليوم بغيت نوصل قصتك مع الطيور بصفه عامه، ثم بصفه خاصه مع المقنين. كيفاش مواد كما كنقولوا تبلى بهذه الهوايه هذه؟ القصه ديالي مع الطيور ديالي، مع الطيور كانت من الصغر ديالي. نعم. من الصغر ديالي انا محب الحيوانات كاملين بصفه عامه، ايه، والطيور بصفه خاصه. وحيت ملي كنت صغير انا طلبت الوالد ديالي الله يرحمه، ملي كنت باقي صغير عندي 7 سنين، طلبت يشري لي مقنين. شرى لي عندي 7 سنين، دار لي عن واحد باقي الله يبقي بالحياه، الله يذكره بخير. باقي بالحياه؟ الى باقي. وعلاش بالضبط مقنين؟ وهذاك هي دابا في القصر الكبير، كانت سيرتو ديك الساعات في ديك التسعينات، الاول ديال التسعينات، كان كلشي كيربي المقنين، كلشي كيربي المقنين، جميع الطبقات كانت. وكان عندنا السوق حدانا تا هو، كان دوز كنبقى مبهور. شوف ذاك كانوا كيتباعوا في ديك المعلم باب النور، واحد الراجل مسكين كان سميتو هذا السيد باب النور، الله يرحمه. باب النور، الله يرحمه مسكين. هو كيبيعو بالضبط، وكانوا كيبيعوا القفوزه وهذا، فهمتي؟ ايه. وكنت كنبقى نشوف فيهم، كنت باقي صغير، كنت كنبقى نمشي لواحد الراجل. 7 سنين 8 سنين، لا شحال هكا، قريب حد الدار ديالنا. الوالد داك شغال لك المقنين، ما كاينش مشكل. الوالد ديالي قلت له ما رحب لي بالفكره وعجبه، وكان كيشجعني بزاف ربي. صح. الوالده؟ الوالده لا، الوالده كيعجبها الحال، ماشي مشكل. ماشي مشكل. وبالضبط ربيتي غير المقنين ولا؟ لا، كنت انا قلت لك الوالد الله يرحمه كان كيشجعني بزاف. هذا التربيه ديال الطيور، وكنت كنربي حتى الدجاج والحمام وهذا. كنت باقي صغير، حيث انا كنت عندي واحد القطعه صغيره حدا الدار، كنت مكلب الساروت. تصور انا عندي 7 سنين 8 سنين وانا مكلب الساروت ما يضيعليش. المهم انا شافني انا محمل المسؤوليه، كان كيخليني. المسؤوليه ديالاش؟ المسؤوليه ديال ربي شي من الحيوانات. كانت عندكم هذيك الضيعه؟ ربي الحيوانات، ونتكلم لهم بالماكله ديالهم بالما ديالهم. هذيك كانت بالنسبه لي، كان كيشوف انها مسؤوليه على قد السن ديالي مزيانه. ما كانش؟ لا لا، انا واحد بوحدو كنت الدار ديالنا. اللي انت بوحدك اللي خرجتي؟ عندك خوت كبار؟ عندي خوت. حتى واحد فيهم؟ حتى واحد. حتى واحد. وربيتي طيور اخرين غير مقنين؟ ربيت. بحالاش؟ ربيت الكنار. الكنار العادي؟ الكنار العادي، بحيث باع مشيت القرايه ديالي ومشيت في روسيا، مشيت شريت كنار عندي حتى هو، كان في الدار عندي دائما. ولكن قبل المشي ديالك لروسيا، الوقت فاش بديتي كتعرف على المقنين؟ على المقنين. على المقنين. ولكن كيفاش يعني المقنين، كيفاش ديفلوبات عندك ولا بقيتي ديما؟ لا، كنت صراحة كنت دائما المقنين، ما كنحفظ ما والو. انا تا جيت سالي الدراسة ديالي حتى 2005، عاد انفتحت على الكوبيا. داكو، عليك الكوبيا بوحدها. ولكن ملي كنتي انت عاك تربي المقنين، واش في الدار وصف معلق؟ ما كتعرف لا تغيب ديال الخلوي؟ لا الخلوي، لا الخلوي كنعرف، حيت الخلوي القصار كان مشهور. كيفاش كان مشهور؟ الاصدقاء ديالنا في الحومه كنسمعهم واش كيقولوا وهذا. بحال اش هاد الاصدقاء؟ شكون هاد الاصدقاء؟ الاصدقاء ديالنا الاصدقاء يعني كان الدرب ديال الدرب، ديال الدرب اللي قد لك الدرب. هذوك كانوا حدهم تما في ذاك الوقت، صافي. انا حيت انا من بعد عاد ديفلوبيت الولاعه ديالي، فهمتي؟ اوكي. هما هذوك ديفلوبيت مي جيت وانا باقا شرا الناس، فهمتي؟ كنت مع الدرب ديالنا كيخرجوا يصيدوا، كيمشيو الراد، كيطير الردي، طير العباسي، هادو هادي عاد ديك الخلويه، فهمتيني؟ كيفاش طير؟ كيفاش كان دابا المناطق ديالنا
بحال قلتي الوكوره الوكوره بلايص بلايص كيكونوا معروفين هذاك دابا هذيك الجهه كاينه حد يعني بلي بلي وكاينه ديال العباسي التعويقه ديالو ما كتشبهش الراد وهذا هادو كانوا هادو هما اللي كانوا المناطق مزيانين عندكم الاوليه اللي عرفناهم مع باش كنفسروا طير من طير كتعرفوا ديك الساعه وكيفاش كنتوا تميزوهم كيفاش كنتوا كتميزوهم انا صراحه ما كنتش كنصيد انا عاد كنت كنسمع الناس انا ما كنخرجش نصيد عمري ما خرجت نصيد كنتجمع مع الموالي شحال مع الاخوان باع المرتال قلت لك سامي مور 2005 عاد كان مره كنخرج نصيد مع الدراري هكا كنت كنسمع انهم كيعرفوا عا كيربطوه وكيتصور كيربطوه وكيحطوا كيحيلهم الا تعوق ولا شي حاجه كيعرفوا اين جهه كيعرفوا الدراري كيعرفوا شكون هاد الموالي كتهضر عليهم نتوما القدام ديالك اللي كتهضر عليهم دابا الشيوخ الشيوخ حتى 2005 عاد بديت كنفتح على الولاعه صافي بديت كنفتح على الولاعه كنبقاش وهذا الشيوخ هنا كان عندنا هنا استاذ الشريف كنيكسي هو رقم واحد الشريف اللي داز عندي نسبه صامولا اييه كان الشريف كنيكسي كنت كان هذا كان استاذ فتح المسؤول حتى هو اييه صاحبه الشريف المواقني هادو هما اللي تعرفت عليهم هادو تعرفت عليهم بالنسبه للناس هادو كان واحد الكليكه كانوا هما اللي باقيين شادين السيكتور باقي كيربيو الطيور وباقيين كيهتموا به ومن تبغيهم عاد جبرهم انهم دائما متواجدين في البلاصه ديال في البلاصه ديال الولاع و يعني هادوك هما اللي منشطين الساحه الولاعيه هادوك هما اللي كانوا منشطين ولكن بالنسبه لك انت ما حاولتيش تعرف او تعلم تغريد المقني بصفه عامه من غير كوبي مع هاد الناس هادو حتى هما ما جاوش الكوبي ديريكت كانت هاد الخلوي اللي كنهضروا عليها دابا كما قلتي نتايا كاين واحد الساعه انا ديك الساعه انا مشيت عندهم راه ما كنحفظ بديت كنحفظ ولكن حطيت لهم طير حافظ كوبيا ولكن لا في الجهه الاخرى يعني الخلويه ما درتيش بها لا الخلويه لا الودانيه ديال لا 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 يعني الطبيعي الطير كيغني عليه وكيفاش تعاملتي مع الدراسه ديالك وانت طفل انا تتابع الهوايه وكتعرف هذه الهوايه كتخلي شويه الطريق كيفاش طرات شي شويه طرات بحال شي تكتير شوف انا كنت الوالد الله يرحمه كيقول لك لا يجتمع حبين فهمتي لا يجتمع حبين ما عادش كلشي كتحب المدرسه وتحب الولاعه الدور او الحمام او الدجاج فهمتي كانوا كياثروا عليا شويه كانوا كذا التاثير ديالهم ضروري كان شويه عطوا لك النقط ديالك لا لا كنت انا الحمد لله زعما الوالد ديالي كان كيثق فيا فهمتي زعما ما عمره ما قال لي قرا ولا شي حاجه ولكن انا كنت نحمل المسؤوليه وهذا واخا كتاثروا عليا كنت عاوتاني كنمشي نتريني لاصال تيكواندو فهمتي سبع سنين ولا في لاصال وهذا ما قطعتيهاش هذه الهوايه بداك الوقت ما قطعهاش الوالد ديالك ما قطعهاش لا ما قطعهاش صراحه حتى ديك السيزيام اني سميت طلعت الثانوي شو ساعه تاثر شويه وهذاك حاري شويه في القرايه انقطعت فعلا هذيك ثلاث سنين كانت هذيك 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 ديال الثانوي هذيك السانكيام سيزيام باك انقطعت شويه اتجهت القرايه شويه حتى شديت البكالوريا ومشيت قريت في روسيا تما عاوتاني ربي الكاميرا ديت الكاميرا العادي بقات هاد الناس اللي هضرتي عليهم شكون الموالي زعما اللي كانوا باينين في ذاك الوقت ماشي في 2005 هنا ولكن بحال الشريف تبارك الله انا كنت يا ديك الشريف ولا باش السؤال بطريقه اخرى باش كانت كتمتاز مدينه القصر الكبير فقط في التغريد شنو هو النوع ديال التغريد اللي كان ديك الساعه مي في 2005 مي بقيت كنخرج ما بقاش نشوف الناس الموالاة ونجلس معاهم وهذا كنجلس مع الشريف كنيكسي بزاف وفتاح وعباس كانت عندهم كيهضروا على سبته دونك سبته كان الشريف كنيكسي تبارك الله عنده واحد لونغاج اللي كيحبب الولاعه كنت كنبقى نشوف فيه وكان كان رجعتي من روسيا تخرجت شحال كان عندك من عام؟ ديك الساعات عندي واحد 23 عام تبارك الله ديك الساعات انا الشريف كنيكسي كنت كان ملي كنسمعو كيهضر وهذا كنبقى نشوف فيه وكان اي هضره كنبقى نعاودها ملي كنمشي كنبقى نعاودها ونعاودها على طريقه الاداء الغناء او الناس عنده هو كنيكسي كانت عنده علاقة إسبانيا سبسة كازا فهمتي دار بيضاء دار بيضاء كان هو هكا عنده يمين جبد دار بيضاء يهضر لي على طونيو رافايي شو شوية يمشي لي لكازا يجبد لي محامي يجبد لي واحد السيد برادا لا برادا هي هذاك كان دائما كيوجد هذاك هذوك عاد كنسمع عليهم هذيك الساعات ولكن الغناء اللي كان سائد في القصر ديك الساعات سبسة سبته اش كتعني بسبته سبته اللي كاين في كازا اللي في سبته واللي في كازا اللي زعما منتشر في كازا ولا كان فرق بيناتهم لا لا اللي اللي بحال 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 ديك الساعات انا ملي كنعرف سبته مشيت اتجهت سبته اللي كيعجبهم كنتبعهم اللي كيبغيوها كنديروا سبحان الله كان الله كيوفقني فيه الله يسخر كنت كنحفظ الميستوس اكثر ديالو وهو مقنين تا هو وكان سبته كنت زعما موفق فيه زعما ماشي
ولكن بالنسبه لك انت اشنو اشنو هو الحاجه اللي عطاتك في هذاك الحوار اللي كيدور بينهم وانت سامع انت سامع مقنين سامع في الطبيعه وكل شيء ولكن لا ديك الساعات انا عاد كنفتح على الكاسيطه وحب الطائر دائما كيعجبني الطائر دونك اي حاجه عنده علاقه بالطائر وصافي بديت كان خصني مثلا نحفظ ثاني خصني الطيور يكون عندهم داكور فهمتي وعجبتك ديك السبته شنو اللي عجبك فيها باش كتمتاز ساعات انا ديك الساعات انا نقول لك انا ديك الساعات ما كانش كنعرف مالاغا ما كنتش كنعرف مالاغا حنا دابا على السبته دويلي على اشنو هو طريقه الاداء ديالها والدخوليه انا قلت لك انا كنت كنقلد كما كنسمع كما كيهضروا كنمشي كما كيقولوا كما كنسمع الناس كيهضروا كنمشي كندير الكاسيطه كانوا كيعطيو اول كاسيطه اول كاسيطه شكون عطاها لك استاذ فتاح استاذ فتاح باقي عقل هذيك الكاسيطه اش فيها الله يا ودي اش فيها اش كان فيها ايوا فيها تشبيت شويه بزاف فيها واحد مهم كاين كلام فيها كان فيها وجاب لك الله تيسي جاب تيسي اول ميستو ولا اول مقنين عندي ميستو التكلاسه هو الاول التكلاسه هو الاول هو في القصر الكبير ديك الساعه هنايا اول مره عندي لكم كنت اول خطا 2007 وعلاقه القصر بالنسبه للقصر بالنسبه للقصر التاريخ ديالها في الولاعه يمكن تعطيني عليه شي نبذه وعلاقتها بالاسبان وكيفاش القصر الكبير حيت انها كانت البوابه ديال الشمال هي هذه كاينه بوابه الشمال والاسبان كانوا هما اللي هنايا كانوا في هذا يعني من عرباوة هذيك من عرباوة الفوق هذيك دخلت القصر كانوا فيها الاسبان من تما تسال طنجة الاول كانوا الاسبان هادو كانوا كيجيو كيستوطنوا هنايا هما اللي زرعوا زادوا انهم دخلوا الولاعة لهنايا كانوا كيجيو كانوا كيدخلوا الناس وكانوا كيتعرفوا وكانوا محبين اولا حتى هما هنايا وكيبقاو يتعرفوا معاهم كيتعرفوا بعضياتهم والمغاربة تا هما ولاو كيستافدوا من الاسبان بحيث ان دابا شي وحدين هكا واخا كانوا كيجيو في الثمانينات حتى الاواخر التسعينات بداو يجيو واخا مشاو لاسبانيا كيجيو كيخصهم يصيدوا كيجيو كيشجلوا الحسنيه هنايا ويجيو ياخذوا العصفور هنايا واخا العصفور كامارتشو كيجيو كيصيدوا الناس ديال السبته تا هما كانوا كيجيو بزاف كانوا كنحضر عليهم كانوا كيجيو حضرتي شفتيهم شفتهم ناقشتي معاهم ولا لا ما ساعات انا باقي ما كيعرفش ولكن واش الاسبان كانوا كيسمعوا هذاك الكلام اللي حفظتو نتوما هنا هذيك السبته حيت السبته حتى والله يا ودي هذيك الساعات المخيله كنحفظوا السبته كانوا حتى هما سبته وحنا نقول لك انا سبته يعني اصلا الاسبان على السبته اصلا حتى هما كانت عندهم مع الكوبيه السبته ولكن انا على حسب تجربتي انا انا على حسب تجربتي ان ملي بداو كيجيو ملي بدات مالاغا بانت حيت مالاغا كانت في نفس الوقت كانت هي كانوا بعض الاسبان كيقول لكم في هذا لو شون ديال سبته راهي ني با كونفورم ماشي كونفورم المقنين فعلا فعلا حنا عاد فهمنا بغيت تهضر لي فاهم تهضر لي على هذا الموضوع كنا قلت لك واحد عامين ولا ثلاث سنين نعم مشاتنا في الولاعه ما ندمناش عليها عجبتنا وكنا متفوقين فيها وخذيناها بتجربه ديالنا متفوقين فيها في المغرب متفوقين فيها في المغرب يعني القصه كان حسن لا شوف ما نقدرش نفضل لك شي على شي حيت كتسمع الجهه الاخرى لا كنت كنسمع وما نقدرش نفضل شي على شي باقي العقل ديال التطواني الطير ديال عبد الجليل هذاك عايش الشق حنا الله يعطيك هذاك تسبته هو صحاب لهم كان ديالي صحاب لهم ديالي جاو سولوا لي واش هذا في عند في الكونكور الاول ديال التكيتان اللي حضرت له هذاك جاو الناس ديال سبته واش عند هذا الميستو ديالك وهذا وعاد عرفوا ديال ديال السي عبد الجليل تحيه لي شحال هذا غبا علينا غبا لا شفتو بدا يرجع ياك حيت شفتو له واحد الميسوا ولا هو اللي هضرت عليه لا ولا دابا هو باقي بديك الكوبيه بديك والله باقي عايش بديك كمل لي على هذه القضيه ديال السبته اللي قلتي لي انه نو كونفورم كنا كنمشيو عندنا الطيور مزيانين مطلوبين كيعجبوا ولكن واحد النهار نعم كونكور ديال جديده نعم كان الحكم انطوان حكم اونطون ديال المعارف كان المعارف ما عرفتش السنه بالضبط 2008 كان في جديده الطيور ديالنا كيهضروا كيديهاش فيهم عاود ما كيديهاش فيهم علاش تقلقنا وهذا بصح تقلقتوا تقلقنا علاش الطيور ديالنا كيهضروا وباقي كان عندنا الاقل علاش حيت كان باقي شي قانون في المغرب ما محطوش انه هذا الكلام تسبته ما دايش نعم كان عندنا الحق كان عندنا الحق ولكن ماشي مشكل ولكن من بعد تعلمنا ان هو كان ينغم هو كان كيدير القانون هو كان مع
شفتوا انه من اندلسيه ديال اسبانيا وهذا هو احسن منه وكان اتضح انه عنده الحق انه من بعد ان كلشي بدا يتجه للسباكا حتى حنا حيت حنا باش نبقاو في الجمعيه وفي الجامعه وفي المنافسه خصنا نكونوا صراحه خصنا نكونوا نمط واحد بحال كره القدم صافي نمط واحد اذا تما صافي ديك الساعه دخلناها المغرب وبالنسبه ل هذا هو العوامل اللي اثرت علينا ان هي العوامل اللي اثرت عليك ولقيتيها جوست لقيتيها عنده الحق عنده الحق يعني كتسمت انا فهمنا انا كنقول لك شي حنا كاملين من ديك وحنا كنتعلموا وباقي لحد الان لا مازال الحمد لله باقي كنتعلموا كنا فهمتي زعما الولاعه كنمشيو لكازا مع الاخوان وكنتبادلوا الخبرات وكنجبروا ان هذا الشيء هذا مالاغا هي اللي كوبيه المقنين صافي وبالنسبه للبنك القصه هي الاولى في هادشي ديال الكوبيه ولا تطوان ولا كانت تطوان هي تطوان هي الاولى تطوان صراحه واش حكم القرب ديالها مع سبته وكيفاش تطوان باش في الصينيه انت دابا تطوان ما بقاش كتبان في الساحه بكل صراحه لا باقا هما دابا الطبع ديالهم وانهم باقي بقاو بوحدهم غامضين وصافي ولكن لا باقا الولاعه في سبته لا باقا باش الولاعه يعني كنهضر كان على تطوان كمدينه هي من الرواد ديال الكوبيه وما كنسمعوهاش في الساحه هنايا دابا الموالي يقدر يهضر لك على القصر يهضر لك على طنجة يهضر لك على اكادير تطوان ما كتجبدش بينما حتى هذاك الشريف كان قال لي راه تطوان هي الساس فعلا تطوان انت باش فسر لي هذه القضيه هذه رضوان السوسي وبن موسى وهذا نقدرش نفسر عليك ما نفسرش باش ما نقدرش نسيء تطوان لا ماشي كنسيئوا ليها بالعكس لا هذوك الناس ما عارف قدر وكان عندهم واحد الركود الجمعيه اللي كتخلي بنادم يتعرف يمشي يشوف وهذا ويبان الجمعيه الناس الجمعيه كاين الناس نقدر نقول لك الناس في القصر الكبير ناس نشيطين نشيطين هذيك شويه كان عندهم واحد الركود تطوان نعسات هي اللي نعسات هي اللي نعسات كاين كل واحد مره كل اي حاجه فيها كتكون واحد ركود وعاوتاني كيكون في الطوب ديالو بحال 2007 راه تطوان كانت هي طوب 2007 2008 2009 ولكن ديك الساعه واقيلا كان الشمال بوحدو كتخدموا ياك الشمال بوحدو هذيك الساعه هو اللي كنا كنمشيو كازا لا كنمشيو انتما كنتو لا لا حتى حنايا كنا كنديروا الجو عندكم انتما ولكن ما كنفوتوش هذيك الجهه ولكن القصر الكبير كنا كان عندنا علاقات عندنا علاقه مع الناس ديال الدار البيضاء مع ديال سلا مع ديال طنجه وديال تطوان كنا كنتحركوا صراحه كنا اكتيف كنا طوموبيل ديال ماريو وما كنجلسوش ما كنجلسوش بالنسبه لسميتو السبته قلت جاو عندك الطيور تبارك الله فزتي بهم شحال كعقل شحال شوف انا كنت كنخدم بالعش كنت كنخدم كنت ميستو الاحسن طير ميستو كنت جبتو فرخ وخا يما هو كلاتو ولكن خرج مزيان كنت ديت بيه الكوبات بزاف سبته تبارك الله موتشي بيتشي بيه كنا معروفين وكان واحد الطير كنت حفظتو هذه واحد طريفه من الطرائف كنت حفظتو ما عجبنيش في الاول قلت للصديق ديالي مروان مقنين هذا مروان ميستو ما عجبكش لانه مخلوق ما عجبنيش هكا بعتو له واش غنقول لك دوز عنده 15 يوم 20 يوم تبدل ميستو هو حكمو مشينا للكونكور داه الكونكور لسبته ولا لسبته مالاغا ساعه مالاغا صافي مالاغا ساعه خدمنا مالاغا دابا التحول ديالك وقع لك في جديده صافي تما صافي تما قلتي ما عجبناش الحال ولكن قلنا جينا كنفكروا صافي واقيلا نقلبوا على مالاغا كيفاش مواد ملي رجعتي لمالاغا كيفاش مواد اول كاسيطة لي ولا شكون اللي عطاك شكون هما الشيوخ ديالك ولا الناس اللي علموك مالاغا دونك مزيان سبته باقي نذكر الاستاذ عبد الحميد بن موسى كان الاستاذ ديالنا هو له الفضل والقصر لا تطوان والتطوان تبارك الله والرئيس ديال كان جمعيه كيسان باقي عايش باقي على غير حياه الله يطول يومين معاه وهذا الله يطول عمره كان هذاك الاستاذ ديالنا نعم وله الفضل في تكوين الحكام ديال الشمال ما نساوهش ما نكرهش بقينا معاه حتى 2009 2008 من التحول هذا بقينا كان الجمعيه ديالنا تسافر مشيت تطوان مشيت لكازا وهذا تعرفت على الاستاذ 2007 2008 الاستاذ عبد الحق الزويلي الاستاذ حتى هو تعرفت عليه هو اللي عرفني على امين جنان تما بدات لي الولاعه المالكه
صافي وليت كنفها وليت كن تغرست فيها مالاغا صافي سبتها كتقولي ها جوست صافي حتى هي خلاص بنيون كان تدير خيل كيرو صافي ديك الساعه صافي اتجهنا لمالاغا صافي ديك الساعه بديتي الخدمه ديالك وكما قلتي جاتك هذه الميستو هذا داك الميستو هذاك باش ما نساوهش داك الميستو هذا كنت صحاب بيعته صافي ما عندي ما ندير به خدام عندي مروان القيدي القيدي ومشى الكونكور حطو في الكونكور اول مره ديك النقط اللي كضنا الضجه وكل شيء نض على ان الميستو يدي 152 نقطه واستاذ موسى قال لهم هذا دا 152 وقيله غلط له نعم وقيله غلط له شكون كان حاكم استاذ بن موسى استاذ بن موسى استاذ بن موسى نعم قال لهم وقيله غلط 2008 2000 وفحال هكا 2008 2009 فحال هكا فهمتي قال لهم وقيله غلط في هذا الطوير هذا ديك الساعه ما كان 152 اول طرع يديها اول مره في الشمال وهذا فات 100 فات 100 كان 100 105 ماكسيموم ميستو جا 152 وفعلا تكلاصا هذاك الكونكور هذاك الطير كان في اي كونكور في النظر كان التحكيم هو هذاك لا هو ما كان زعما هو هذاك هو هذاك كنا كنواجهوا المشكل ديال التحكيم ان كنعطيو النقاط طالعه ولكن اتضح ان تم جاو الاسبان اكدوا لنا ان الطيور بهذاك الميستو نيت بهذاك الميستو وبطيور اخرين الطيور حكم لهم عطينا 120 112 115 120 130 مقنن وجا حكم اسباني وعطى 130 فهمتي كنا كنواجهوا هذا المشكل هذا ولكن ملي جاوا بقينا ناخذ الخبره مع الاسبان وكيجيو لهنايا جبرنا حتى هما كيعطيو 130 100 كاينه كان وقعوا بزاف ديال المشاكل في هذا يعني حضرت لهم انا كانت تقريبا شكون اللي كان عطى المقنين كان مراد وقع فيه مراد معايا وقع في هذا المشكل اللي كان عطاو 160 وداو ليه ولكن دابا الكلام ولا بزاف والدراري كيحفظوا شوف ولا الا لاحظتي في الثمانينات ولا في التسعينات ولا في الاول البدايه 2000 منع كانوا شويه بصح ولاو بزاف بزاف ولاو بزاف دونك كانت النسبه ديال الطيور اللي عطلع في التسعينات ماشي هي النسبه ديال دابا يقدر يكون في التسعينات يطلعوا 5 طيور في المغرب دابا يقدروا يطلعوا 20 طير في المغرب صح وكيكون ديك النسبه ديال الكلام وزائد لا تكنولوجي اللي تكنولوجي ولا دابا كتشد ديك الكلام وداك يخدموا الكلام وخويا مراد دابا انت ملي دخلتي لمالاكا قلتي لقيتيها هي هذيك مالي اللي علموك ولا اللي تعلمتي عليهم هو السي بن موسى بوحدو ولكن الشيء شريته هو ومن بعد بقيت كنس هو واحد شوف هو خصو تكون والله خصو تكون عندك واحد اندون بعدا في الوقت اي بيان سور ان الميا تبغيه وما تبقاش فيه بعدا كتكون عندك واحد اندون كطلع دغيا وكتفهم راسك فهمتي انا نعاود لك على واحد وقعت لي مع واحد في الطريق من الطريقه من الطريق ديال الولاعه عاد نهضروا على شكون اللي علمني واحد النهار انا في التركيبه ديالي مخيت مالاكا مشيت جبت هذا وعطاني واحد السبسه دخلت للسبسه عطاني واحد الكاسيطه ستاوي عطاني واحد الكاسيطه عجبتني واحد كومبينيزون ديال جوج حداديات مع بعضياتهم ديرتو انا حداديات 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 واحد جوج حداديات ديرتو من راسي درتو من راسي حيت انا راه كنعقل جيتو عندي واحد النهار للدار واحد ركبتو من راسي وجاو متناسقين ياك صافي بديت كنحفظ بيه مشيت عند رافايل بعت له واحد الميستو سبته باش ساليت مع الميستو اخر ميستو سبته بعته سبته باش صافي سالينا وباقي لا كان عاش عنده شي 8 سنين بعته له وشبرت عنده واحد المقنين شريته من عنده وقلت له عطيني كوبيه ديالو عا باش ندير كوبيه وعطاني زعما الكوبيه ديك الطلق باش كيخرج بديك المونتاج ديالك بديك المونتاج ديالي ما عمري ما سمعته سبحان الله سبحان الله ذكرتي هذا المونتاج ذكرتي هذا لابيل والله يدير عقلي ما عمره ما تنساني واش ميسيدا في ميسيدا ميسيدا ما تبلي في ميسيدا داكور فهمتي ايوا كاف ميسيدا كنقول شوف هو ما يعطيني الكوبي اي حيده ما يعطيها ليش لا لا حيدر انا عندي هذه طريفه من الطرائف ديال الاولى حيدر باش ما يعطيهاش ليش ما يعطيها ليش وسبحان الله هي عندي وهي كاينه حتى في الميستو اللي عطيتي لا 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 المقنين اللي شريت معاه المقنين اللي شريت السبته ساليت منها ساليت منها بعته في السبته هذاك هو اول طير مقنين ما لاقى شريتي شريته ب الثمن باش شريتي 2000 درهم كان فيه واحد الديفوز غير كان فيه واحد ولكن يعني الشوكه كانت دقوقة فيك ما كانش كتبان لي كان فيه درهم من بعد السي من بعد جات من بعد كملتي بعد ما قلت لك شوي شوي بقيت كنفتح كنجلس مع الاستاذ عبد الحق حتى هو كنسمع عنده تلاقى مع الاستاذ مع
دكتور امين جنان نضر مع نتلاقى مع خالد علاتان نزار هذو واحد الملاعب المجموعه اللي خديتي من عنده هذو كل واحد عندي علاقه معاه خاصه باش نقول لك واي واحد هذو لا هذه واحد الميزه فيها مثلا انها عندنا في كل مدينه اصدقاء وما كيشوفونا كيفرحوا علاش عندنا واحد سبحان الله كنضرب واحد اللغه وحده كنفهموا مع بعضياتنا عندي راه كنمشي لسلا باش نتلاقى خالد علاتان نمشي لكازا خو كاملين كيرحبوا بينا عندي علاقه معهم كاملين مزيانين انا عندها زوج تحيه لهم جمعيات كاملين من المعارف الشرق من السوده عندنا علاقه معهم مزيان كنشكرهم وكنمشيو عندهم كيفرحوا بينا وكيشكرونا وكيرحبوا بينا كنمشي قلت لك كنجلس مع عبد الحق وجلس مع عبد الحق بوحدو ثاني معاه وعاد مشي عند جنان عاوتاني امين عاوتاني جلس معاه بوحدو وكنهضروا يعني كتهضروا في الولاع في الولاع واخا انا مشيت ليا الاستاذ السي الزهوي عبد الحق والاستاذ ديالنا امين جنان نعم. يعني انت عشرتيهم بجوج كتهضروا في الولاع في الولاع تقدر تعطيني الفرق بيناتهم بين ولاعت هذا ولاعت هذا هي كيهضروا كلهم هما كيهضروا كلهم ولاع وكيعرفوا بعضياتهم بجوج ولاع اي ولكن كاين لم تعطي كاين غطلعت شي 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 فرق بين هذا وهذا لان مثلا انا ماشي بحالك حتى وانت ماشي بحالي واخا عندنا نفس الهوايه الاستاذ عبد الحق شويه متحفظ ما كيهضرش بزاف اييه هذه هما كادي في الولايه متحفظ بزاف ولا كيخاف ما نعرف واش كيهضر ولا ما يهضرش انه كيقول لك مزيان ومزيون هذا مزيون ومزيون صافي هذه حد امين اسمع امين كندخلو انا كندخلو حيت انا كنتعيطوا بعضياتنا ونتناقشوا على الطرق وعلاش وكيفاش وهذا استاذ امين استاذ عبد الحق كندرسوا مزيون طويار حدك هنا زوين الله يسخر ومن هضروا طيب لا شوف تبارك الله الاستاذ وشوف استاذ عبد الحق رقم واحد زعما لا ما نكروش انه رمز من رموز الولاع في المغرب وانه عطاها واحد الاشعاع في المغرب وخارج المغرب صراحه حيث انه سافرنا انا وياه مشينا اسبانيا جوج مرات مشينا الخريس مشينا حضرنا الخاين في نال زعما كان لك شي استاذ عبد الحق عندي علاقه معاه عندك علاقه تاريخ مع عندك اوكي بالنسبه للنيفو ديالهم البلاصه اللي حضرتي ليها في السبريون بالنسبه لدابا سميتو النيفو ديالهم بالنسبه لينا حنا او حنا بالنسبه ليهم النيفو طالع ديالو باقي طالع باقي طالع واخا هادشي كامل اللي باقي من ناحيه اش طالع رغم انني كنشوف انا الكاليتي ديال الطيور حنا ما عندنا شي بحال دوك ماشي هما اللي كيلوحوا في اليوتيوب لا ما كيخرجوش لا كيخرجوش دابا مي ولاو هاد لي جروب ولينا كنسلتو شي ولاو هاد لي جروب ديال واتساب شي اخوان كاينه الطيور حنا باقي ما كنجمعناش صح باقي ما درناهمش باقي ما درناهمش ويعني هو كاين هما كاين الطويرات مزيونين هنا في المغرب كاينين ولكن شنو هو الفرق تقدر تقول شنو الفرق حيت هي كان حنايا ما كنا وحنا غلطنا بدينا نمشيو نلعبوا بالورديناتور خرجنا على الولاعة شويه ولكن فهموا ان نمط 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 خصك تتبعو نمط مالاغا كلاسيك بازيك هي المخرج هي المخرج وكاينه الا تفننتي في شويه ديال الميسيدات وشويه ديال الفانتازي ماشي مشكل هما يعني هما كيحددوا داكشي هما هكا كيما هما هكا كيديروا حنا كتبر عندنا الفانتازي بزاف اكثر من البازيك بصح حنا خصك طعام البازيك بالفانتازي ماشي ندير فانتازي ونطعم بالبازيك فهمتي يعني ديك البازيك او كلاسيك مالاغا كلاسيك راه هي يعني تقدر تعجبك تسمع يدن على هذا الحساب نعم. يدن على هذا الحساب الى رجعنا للمفهوم السبتاوي نعم. كيبان لي كله فانتازي اه تفق معايا ولا متفقش معايا؟ حيت نورمالمون تغريد حيت انا اللي فهمت داكشي اللي قرينا حنا حتى حنا كتوبه اللي موصلنا فلانتين وداكشي فهمنا بان الاسبان راه عطاوك واحد التغريد ديال المقنين كيفاش كتديه المقنين ما كتفوتوش اونكادري اللي هو هضرتي عليه كلاسيك كما قلت انا متفق معك هنا انك كتبقى اللمسه ديال المولوع اللمسه ديال المولوع كتبقى في الميسيدا ولا في الفانتازيا اللمسه ديال المولوع كيبقى ضروري شنو كيعجبو وشنو حاجه وكمال على الله كمال على الله حيت الكوبيا ما نقدرش نقولوا سيونس هكا اكزيست لا لا ما سينو هذه كدير كيكون عندك واحد المال واحد الباكاج وكديرو وكمال على الله اذا حتى الحظ كيلعب دور هو الحظ كيلعب اكبر دور ولكن المولوع خاصو يكون فاهم اش كيدير باش ما يضيعش يوجد داكشي اللي هو يعني حيت تقدر تجبر الطائره انه جا الطير حفظ ولكن كاسيطه ما تعطاتش مزيانه فوالا كيكون الطير شنو هو ضحيه ديال المولوع انه المولوع ما عطاش فهمتي دونك الا اكتملت فوقاش كيطلع كتكون العين ديالك ديال كل الكلام بوحدو والطويقار
الحظ فيه واش حفظ ولا لا. هذاك هو هذاك المساله ديال الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عفوا لانه كنت كنعرف كل واحد غيكون كان 50% 50% 50% ديال العلم ديال المولوع 500 ديال الطير واش حفظ ولا لا ما تعرفوش. وكيفاش خويا مراد يعني دخل المساله ديال الجمعيه ديال الاقسام الجمعيه؟ دابا حنا كنا مولوعين مولوعين كيعجبنا الطير 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 كنا كنسمعوا الكونكورات. هذا الكونكور راه الدار الطبيبه راه كاين كونكور في تطوان وهذا وحنا باش نشاركوا معاه سيكون عندنا واحد الجمعيه واحد الجمعيه واحد الشكل ديالنا واحد السميه ديالنا باش نشاركوا بها. صافي ديك الساعه ديالناها اول جمعيه في القصر شكون هي؟ لا هي دارت قبل منا دارت اصدقاء الطيور كان فيها استاذ عزي والمنطي ودخلوا معها الموالع هذا كانوا حكم انهم متمرسين اداريين كيعرفوا فهمتي داروهم وداروا ما داروش كونكور ولكن داروا معارض. نعم ولكن من بعد 2006 2007 مين دار الكونكور مين دار زيدنا طعامنا اخوان في الاخرين كابو عبد المصطفى كشريف بنون كجعنين فهمتي هادو موالع ديالنا ديال يعني كريتو كرينا زيدنا قويناها قوينا هذيك نيت الجمعيه جمعيه اصدقاء الطيور. انتم عزتوا دخلتوا لها المنخرطين وزيدنا قويناها باش يولي عندنا واحد اسم ديالنا وباش نشاركوا به باش يكون عندنا واحد صفه قانونيه باش نمشيو باش نشاركوا في القرار هذا. صافي ديك الساعه تاسست الجمعيه تاسست انا كنت امين المال امين المال شبعتي فلوس شبعت بزاف باش درتي لاباس ديال لاباس من بعد صافي بقيتي في هذيك ولا نسيتو الجمعيه اخرى؟ بقينا معاهم حتى 2010 وبقى شي مشكل يوسف تفاهم عادي من بعد فكينا دينا جمعيه لوكوس اللي باقا لحد الان وليت الرئيس وجمعية ديال حتى هي اصدقاء الطيور حتى هي باقا صديقه ديالنا فهمتي ما عندناش مشكل تحيه لهم هذا المنبر تاعهم هما تحيه مع بعضيات استاذ عزيز شحال هذه باش الله يرضي استاذ ديالي هذا كان استاذ ديالي قراني في اجتماعيات وصديق ديالي كلوطي استاذ ديالي تبارك الله استاذ فتح حتى هو استاذ ديالي قريت عندهم كاملين قريت عندهم كاملين وشوف الولاعه دابا شوف سبحان الله لقتنا من بعد كاصدقاء كاصدقاء حيت في الولاعه ملي كتكون كتحيي سبحان الله العظيم المهنه ايوا فوالا كتخليك بحال المهندس بحال المولوع اه والله بحال يعني واحد طريسيان مش عارف كتشوف مولوع وصافي كتشوفو بلا مولوع كتحيي ديك المهنه ديالك كايناش هذيك والجمعيه دابا ديال لوكوست هي اللي جمعيه لوكوست هي اللي خدامه دابا كنظني باقا ناشطه وفيها مالية فيها مالية فيها مالية الله يرضي فيها عندكم طيور كاينه الحمد لله بركه كاينه كاينه السي عبد الرحمن الغافقي اييه كاينه مصطفى البوعبدي كاينه شريف قنون كاينه احمد قنون كاينه الميرو كاينين كاينين بزاف كاينين وخويا مراد كاين استاذ عباس معكم كاين بزاف ما نقدرش نذكر الاسماء كاملين لا لا اللي نسينا يسمح لينا هادشي اللي كاين ولكن كاملين كيخدموا سي خويا مراد خالد الخراقي حتى هو حتى هو معكم بزاف ايوا الحمد لله خويا مراد نعم خالد دابا حنا كان المغرب كامل كيسمع كيقول لك مراد الحكام صريحة كيفاش مراد داز التحكيم من مولوع عادي شويه من هنا شويه من هنا مراد دوز كونكو ديال الله دوزتي ياك دوزت كيفاش الفكره كي جاتك تكون حكام كيفاش تقتيت نفسك انك حكام شوف ملي كتكون مولوع وكان خصنا نوضوا بهذه الولاعه في المغرب يعني تنوض بجميع الاطر ديالها فهمتي الاطر ديالها خصك تكون مولوع كتحفظ الحكام شكون اللي غيكون منا حنا وكنشوف شكون اللي كيفهم اللي كيفهم شويه واللي عنده واحد الفطنه واحد اللي كيفهم شويه وصافي وعاد كديبلوم زائد الاولى مثلا بغي نكون انا عندي دبلوم ديال انا حكم ديك الساعه بديت تحكم قبل هادشي اللي امتحنت انا بديت قبل زعمتي جلس مع استاذ بن موسى في 2008 في وجده اييه كان كنت احداه باش بديت كنتحك شويه بشويه حتى وليت كنحكم وفي الاخر وليت كنحكم حكم شي ثلاثه فينالات المغرب صح ولكن اول مباراه اول مباراه حكمتي انت في الطيور في القصر الكبير القصر الكبير شمن عام؟ القصر الكبير 2010 2010 كي جاتك اول جلسه ديالك في الطاوله؟ وحكمت في قنيطره حكم فينال قنيطره لا هذاك ماشي دابا اول طبله اول ضروري كتخلع
وما كتعرفش حتى فين كتكتب الجوده هذا كتقول لك جديده في الاول عادي في الاول الطراق ديالك ما بديتي شي عطيتيه شي ما عطيتيه وغادي شي والله يسمح لنا ديك الساعه وشوف وباقي لحد الان نقدروا نخطئوا خطا لا كاينه كاينه الى حد الان كما قلتي كما قلت قبل سي با اون سيونس اكزاكتلي نطيح عليها نبدا تسجل ولكن ما كيكونش داك الهفوه كبيره ايوا وقلتي حكمتي ثلاثه الفينالات ثلاثه الفينالات واحد في قنيطره وديال وبالموسى ديال وجده المساعد ثلاثه فينالات وكنت حكمت في ديال المعارك فينال ما قلتش لي كنت حكمت فيه ضروري وكنت واحد اخر انا ما عقلتش يعني ثلاثه فينالات انا حكمت وخلال اول حكم كيحكم كمين فينال مع سبا انطو كنت لونا المخنين وانا الميستو انت ميستو كنتي واش اول كنظن لا كانوا كيسبقوني على ثلاث وسبع على ثلاث فينالات حيت واحد الوقت وليت كنشوف ديك تقريبا ولاو كاينين فينال كيجاوبوا على اسبان في نظرك تاع ديك مزيانه كنربحوا منهم كنستافدوا منهم علاش عطيني عطيني عاد واحد النهار عطيني شي فكره عطيني فكر طنجه جمعيه اتحاد طنجه جابت جوج حكام انطوني هذاك ديال سميتو ديال المالا ديال غرناطه بيبي غرناطه وواحد اخر معاه حاجه وجلسونا معاه جلسونا معاه حنا ديك الساعه حنا كنحكموا وجلسنا معاه نزيدو نستافدو جلسنا وكيحكم كنقول لها شنو دير شنو دير تفرج من التيمبرادا من التيمبري وهذا هذاك دار التيمبرادا دير حداها التيمبري ودار الاخر حداها التيمبرادا فهمتيني دير فهمتيني داكور يعني دوك قلت الاسامي كيبقاو يلصقوا لهم دي تخيك ديال التسجيل ديال التسجيل باش ما يتلفلكش هذه استفدت منها من الحكام يعني كيقول لك مثلا انت قدامك جوج طيور هذا كيفي لي بتي با تيمبرا كتكتبيها لي في لا يكون عنده بزاف ديال لي زابيل وكل واحد تي 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 واحد التيمبرا واحد هذا استفدت هذه واحد الطريقة مزيان هذا خصك تكتبو باش انك باش الى سالا بالتيمبرادا تكون واللابيل الثاني نفسه يقدر يديرو خصك تفهمو ديك الساعة انه هو ماركاج جوج ديالو دونك هنا استفدتو منهم طريقة التعامل مع لافيش مع الطائرة نعم داكور بالنسبة للكوكوكي بالنسبة للامتحان كي داز عندك انت دوزتي في امتحان ديال جوج امتحانات ثلاثة امتحانات نجحت في الأول الأول كان في هنا كان واحد كان تغلط فيه ما نجحش في أصيلة ولا فيه؟ في أصيلة الأخراني ما نجحش فيه لا في الأول فيه كان قلت هنا في طنجة الأول في طنجة في طنجة دوزتي أنت ودوزو الدايرة المعارف ونجحتي في هذاك نجحت في هذاك كيفاش دازت ما نجحش فيه كان مزيان لا كيفاش زعما عاودي على الطريق ها واش دي سي دي واش أكيد درنا سي دي وكنسمعوا كنوطيو كتنوضيو داكشي اللي ما عطاوكم ولكن صراحة هذاك لا في الأول لا في الثاني ماشي معيار الامتحان علاش؟ نقول لك شوف أنت أنا دابا في هذه اللي كتحس فيه نقول لك معيار الحكم شنو هو؟ الحكم خصو يجي يقرك بعدا الحكم حيت كل حكم ما كيشبهش الحكم الآخر كاينه اللي كيعتبر شنو نقول لك كاين هذا خطأ الحكم خصو يجي يقرك بعدا يجلس معك سيمانه الحكم اللي غيدوز اللي غيدوز ايه باش تعرف شنو هو شنو كيفاش كينظر للطائر وكيفاش كيسمع الطائر فهمتي حيت بعض المرات بعض دي نوت دي نوت خصك يقرا ويسمع دي نوت كامل حيت بعض المرات كاين دي نوت ما تعرفهمش واش بيبليه ولا بيبليو مارتياد فهمتيني هذوك يتلفوا فيهم الناس واش كاسكابيل او بيبليو مارتياد فهمتيني أو لا بيبليو فهمتيني تعوق شنو الأشكال ديالو فوقاش ما يعني كاين الحكم اللي بيبليا عنده خطأ في الدماغ ديالو هو حكم وكيحطها ما كايناش فهمتي هذه رانا شفتها عند الناس فهمتيني يعني خاص بنادم خاص الحكم يجلس معاك يدير معاك فورماسيون هو وعاد يدير لك امتحان باش تفهموا حتى هو شنو كيسمع كيفاش كيقرا هو ولكن في هذه الحالة خويا مواد دابا أنت في هذه الحالة غادي إلى مثلا خدينا مثال ديال لونا غادي يجيك يقريك لونا لونا غادي يقريك ستيل باش كيخدم الطريقه باش كيخدم الله يرضي عليك لا 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 بروموسيون ديالو ديالك انت اللي دوزتي مع لونا اوكي سي كونفيرم صافي نقدر نمشي حتى ثاني نجي ما تفهموش انا وياه ما تفهموش انت وياه قدر يكون هذا على سبيل المثال عنده واحد رؤيه واحده اخرى سواء دابا هو دا ماسون من لا لينيا والاخر من مالاغا عندهم واحد شويه ديال كاين اختلاف طريري كاين هذيك الطريري ما كيحسبوهاش الاخرين هذو يحسبوها فهمتيني طريري حنا بالنسبه لنا حنا ملي كنشوف
ملي كنت دابا كن او ديك ديال تولي تولي هذيك ديال هذا كانوا ما كي في التحت كي ولكن هاد المشكله كيخدموا بها ولكن هاد المشكله ولكن هاد المشكله خويا مهم كنت كحاكم وكواحد مشى لاسبان كنظن الا شدينا القانون ديال 2014 هو اللي كيخدموا به هو اللي كيانكادري كل شيء ياك عاد تمشي لي بزاف حيت راه مخصو قانون واحد هو هو اللي كاين ما تمشيليش 2010 2014 كاين قانون 14 قانون واحد 2014 2001 اللي 16 2001 و 2014 لا 2014 14 هو اللي كاين 16 صافي هذا هو اللي كاين صافي ما غنمشيش لك انا غير على حسب الهضره ديك اللي قلتي لي مادام عندي 2014 نعم. يحكم به مولا لينيا ويحكم به مواد ويحكم به نورمالمون نورمالمون يعني مثلا انا الا جبت لونا وجبت مواد ولا غيماوي ولا يوسف بوشيطات حنا تسمينا يعني نفس الطيور يحكموا عليهم بنفس القانون غيكون اختلاف في السماء غادي يحطها ولا غادي يحطها يعني ما كاينش هذا المشكل ديال نتوما ملي دوزتو انت حنا دوزتو على هاد الحساب هذا لا الحساب هذا كيجي دونك داز مزيان داز مزيان وديال اصيل علاش ما نجحتيش فيه كنتي غدوز ببيع قلت انا ببيع علاش ما نجحتيش ما شحال نقول لك سمعت وما خطأت ما خطأت عطاوك لافيش ديالك لا وباش عرفتي خطأت صافي هو قال ها شنو كاين ها شحال جاب الطير خصك تجي بحالو صافي ما فهمش داك الشيء وصافي واش فهمتيني شنو نقول لك انا فهمتك لان ما كاينش ما انا ماشي غادي نقيس هذا ولا نقيس هذا لا 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 هذا كان كونكور خطا يلا صافي دز صافي ماشي مشكل ولكن من بعد راه الجامعه الدركات ودارت واحد كلاس واحد اخر دونك هذا السيستم مازال الثالث لا باقي ما دازش صافي داز امتحان في الكيجاك ديال وجده باغابوغ الامتحانات اللي دوز مزيان دازو ديريكتومون دازو الطيور مزيان 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 شوف الحكم كيتمرس ايوا الحمد لله قدر الحكم في الاول كان ماشي مزيان من بعد كونكور على كونكور كيتحسن دائما نقول لك دائما باقي كنتعلم شنو هي طريقتك انت في الخدمه اللي توصل للحكام جداد ولا قدام طريقتك انت كيفاش كتعامل مع الطيور شوف شوف كاين جوج حوايج سقت مع الطير ما تفلتوش اللي مزيانه قاله واللي ماشي مزيانه حتى هي خطه فهمتيني بوزيتيف بوزيتيف ما تسهلش معاه حاجه واحده اخرى النجاح ديال الحكم شنو هو يعرف الله فيه ما يميلش ما يميلش هذا الطير صح ولا شي حاجه هذا هو الحكم الناجح ناجح هو هذا الحكم الناجح انه يتقى الله من انه ما هذا الطير صاحبي دونك ما عندكش انت الناستوش باش كتخدم من غير يعني خديتي من التجربه كنسمع الطير وكان اللي سمعته غنحطو اللي سمعته نحطو ما نزقلش يا سيري تعاود اسمع نقول ما عنديش داكور ما كاين في نظرك تلك القضيه ديال ان الطائر لو دخلت معك الميدان ديالك ان الطائر بعض الخطات كيعاود دو زابيل بحال بحال ولا ثلاثه بحال بحال واحد بحال في جمله وحده كيعاود وحده واش فعلا مثلا غايقول طبلي 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 بلي 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 بولي 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 ويعاود ديك طبلي طبلي واش فعلا كيكون عندكم واحد الوقت انكم تحسوا تما هي الكاليتي ديال الحكم انت الودنينا ولكن واش 100% لا حيت صعيب ملي كيكونوا جوج ولا ثلاثه محطوطين وكنحاولوا تكون تصعيب كتحاول دير كنحاولوا نديروا المجهود ديالنا والله يسمح لنا الا غلطنا لا هذه شوف لا خاص الواحد يشوف الحكام يقدر يخطا ولكن عامل كلشي كيخطا بزاف فوالا هادشي اللي يكون بالنسبه تكون شويه قليله شي شويه وصافي وبالنسبه للمساله ديال اللي كيقول ان النابل وسط جمله فيه دو جول بي ما يتحسبش واش ما تحسبش كتحسبوش كتعطيو ديك لاصون كنعطيو كنقصو نحيدو نقصو واحد نقصو واحد ولكن زعما يعني ديك لابيديتي وداك الشيء سوتو في المقنين يقدر صعيبه شويه لا كتبان يعني لا بدا تحيدها بدا تحيد رغم انك ما تنساش كتسمع داك لو سونس داك لو سونس ديال لو شونجمون دير لا ولكن هو في القانون مكتوب تطبيقيا مكتوب واش قلت لك في القانون خصك تطبق القانون فوالا تطبق القانون كتطبقو انت حيت اصلا كي كان الا كان ناقص راه صافي وعلاش علاش كاينه نظريه الحكم داكوغ ان التناسق والتسلسل والوضوح ما وضحش خصك راه ولكن نظريه الحكم كتخدموش بها بزاف لا خصها تخدمو بها طبعا ها هو ولكن نظريه الحكم اخويا خصها تكون ولكن ما خصهاش تكون في الطيور كاملين حيت ما كاينش يفطر كاملين هذا هو السؤال ديالي غنطيح لك هذا السؤال انت غتحكم سبعين واحد ولا جوج بلاتي تقول لي انت دابا انت خيط تجربتك التجربه ديالي خصك طوير ولا جوج واخا
هانت جالس دازت 70 واحد غادي تحكم 70 طير انت. نعم من اه حتى ل 70 حكمت 110 في 110 من 110 من 1 ل 110 كيفاش كيفاش تعطينا نظره الحكم وانت خصك تسمع لهاد كلهم؟ ماشي ما يمكنش نعطي نظره الحكم الاولاني لا كيكون باين سي كيفاش انت تقول لي اعطيني هاد لاستيس كيكون بالشبح كيكون بالتسلسل بالوضوح بلاتي لا الا مثلا يلاه بدا الكونكور لو 5يام لو 5يام وازو عجبك عجبني وحطيتيه كتحطو لا سور بلاس كنحط له بلاصه سور بلاس سور بلاس ما نعقلش دونك ممكن دونك ممكن يكون عندنا ثلاثه ولا اربعه عندهم نظره الحكم يكون صافي سور بلاس خصك ما تمشي حتى نخليه سور بلاس حيت انت ديك الساعه كتشوف عندنا نظره الحكم باش ممتاز هذا الطوير هذا عجبك باش ممتاز ما خصوش يكون ما يكونش فيه اخطاء بيان سور هذاك الخطا صافي نظره الحكم تبقى عندنا صافي واخا خويا مراد خويا مراد دابا هضرنا على هاد المسائل كلها هضرنا على الجمعيات على الكونكور نظرك انت الجمعيات الجامعه هادشي اللي ولا جديد عندنا ديال ولا جوج جامعات شنو هو الراي ديال مراد في هاد القضيه هادي؟ خطا ان المغرب يتشتت المغرب كامل خصو يكون تحت جامعه واحده الجامعه المغربيه للعلم الطيور لما لا تكون الجامعه الملكيه للمغرب الطيور للعلم الطيور يعني ان الموالاة هما الضحيه ديال هذا التشتت ديال عدم تفاهم الاعضاء بعض الاعضاء ديال الجامعه كيحاول انه كيبقاو يتفكوا يديروا جامعه بوحدها حيث ان في المغرب ثلاثه الجامعات والمولوع هو الضحيه انه ضحيه انه تابع لواحد الجامعه هو صحابو عنده بزاف الموالاة كيعجبو يتولى معاهم كيعجبو يتولى معاهم كيولي ما كيولي واحد الاحراج كيولي باغي يشارك معاهم في لي كونكور ديالهم كيعرف ان الموالاة تما وخصو يمشي ولكن ما قادرش حيت هو تابع واحد دونك الحل ديالك انت اللي ينجح الولاعه هو تكون جامعه واحده ان شاء الله واحده واخا خويا مراد حنايا اصدقاء ديالنا كاملين ما عندناش مشاكل فهمتي بان ولكن الله يهديهم يا ربي والله يهديهم ماشي اللي كاين يكون خويا مراد في هذه الحلقه هذه درت واحد كما كيتسمى واحد دوز اوبسيون سميتها واحد لوبسيون سميتها سؤال من مولوع غادي نسمعك السؤال ديال جوج الموالاة وانت غتجاوب عليهم سي مراد مع هاد الحاله اللي وصلت ليه المقنين هاد الصيد الجائر قلة المقنين اون جينيرال واش بقيتي كتمارس الهواية ديالك بنفس الحماس كما من قبل كنت نتكلم على واحد الحماسة ديال 10 سنين 15 عام وشكرا وتهلا ليا في راسك بالنسبة للسؤال الأول ديال أمين جنان أنا كنظن غاديش نجاوب لك عليه ولكن هناك واحد بحال انا حسيت به بحال غادي يوصل واحد الفكره اذا انت بغيت الجواب ديالك على السؤال ديال جنان امين اول حاجه تحيه للصديق والزميل ديالي والاخ ديالي امين تفاجات من شتي الله يرضي الصديق ديالنا عندي عزيز بزاف مولوع كبير دو كاليتي انا ما كيعجبنيش انا ما كيعجبنيش لا صافي من حقك ما كيخلصش عليا القهاوي والغداوات امين زيا ان شاء الله بون السؤال اللي سولي انا على هذا الصيد هذا فعلا الصيد ديال المقنين في هاد 15 عام الاخريه كان صيد جائح ضر بزاف لهاد الثروه هذه المغربيه الثروه ديال المقنين في القصر الكبير ولا في اون جينيرال في المغرب وخصوصا في القصر الكبير حيت هو السؤال قال لي واش انت كتاثر علي السؤال كان على ولاتك على ولاتي فعلا اثرت علينا بزاف علاش حيت الطيور انواع وكيعيشوا في مناطق ان هذيك الراسه القديمه اللي كانت كتعيش في القصر كانت متميزه صراحه الناس كان كيحماقوا عليها كتعجبهم بزاف كيجيو من المغرب كامل يصيدوها وحنا ملي كنا كنربيوها كيجي بربي التيسير فيها بهذا الصيف كيحفظوا كل الطير اللي نحفظوا 10 نحفظوا 3 4 حافظين وهو دايوغ امين كان دائما كيطلب لي في الاول عطيته واحد الطير ملي تعرفت عليه وعلى الشحال هذه كنت عطيته واحد الطير هزيته هكا عطيته له
صدق حافظ. نعم. صدق حافظ يعني انه كانوا كاليتي الطيور كانوا كيحفظوا دوك هو التاثير اللي عندك انت سلبي. يعني ان ولينا عندنا احباط صراحه. صور انا دخلت العام هذا 10 ديال الطيور حتى واحد 10 ديال الطيور كنحافظ حتى واحد ماشي القصار حيت علاش القصار كبير صافي اجي دور في النواحي ديالو خرج ب 10 كيلومتر دايره ما كاين والو ما كايناش ما كاينش ما تشوفش الريحه ديال الطائر هذا وهذا راه حرام هادشي هذا. أخي مراد أين وصلت في هوايتك لتربية الدجاج؟ وأتمنى أن تكون قد حظيت بنفس النجاح الذي حظيت به في الهواية الأولى. ومن هذا المنبر أوجه التحية مرة أخرى لجميع المواليع والذين سيشاهدون هذه الحلقة وجميع مواليع القصر الكبير خصوصا الأخ مراد وأقول له بالتوفيق إن شاء الله. وتحية لك أخي علي. بالنسبه للسؤال ديال الحاج يونس انا فاجئني بهذه القضيه الدجاج حاج يونس واش الدجاج الرومي بعدا اللي كيتكال اللي كيتكال ماشي كيتكال هذا الوان كاملين الحاج يونس شكرا بزاف على هذا السؤال اللي فاجاتيني به فعلا اخر كونكور كان جا عندنا هو الصديق ديالنا يوسف معدي كانوا مشاو عيا وتفاجئ انه عندي جبر عندي الديوم الدجاج كان جاب لي شي بايض شنو هو الدجاج؟ الدجاج كندير كلشي انواع كامل كندير بلدي لا ولا داكشي بلدي لا داكشي اللي سبيسيال ديال الديكور وديال البايض وديال المهم هذه هوايه انا كانت كتعجبني من الصغر ديالي من الصغر ديالي وانا كنربي الدجاج الطيور يعني الحيوانات كاملين تقريبا ديال الالفه اللي كتربها في الدار انا كنربيها يعني بحيث ان في الصغر عندي 20 دجاجه فاسيل سهله كنربيها مؤخرا حيت فيا هذه الهوايه وعاوني صديق ديالي يوسف عدي فيها ومشيت الجديده وعاوني فيها وعطاني المهم غادي فيها مزيان هي هوايه صعيبه بزاف صعيبه من ناحيه انا باقي فيها كان صعيبه بزاف خويا مواد ما بقى قد ما فات ربما عندك خدمه ديالك وداك الشيء ولكن عندي واحد السؤال نعطيه لك بغيتك تجاوب عليا تجاوبني بجرأه قويه الا قلت لك غادي دير لي فريق من الموالي ديال القصر وفريق من الموالي ديال كازا ديال كازا ولي كنقول يعني كاين شحال اللعابه خمسة غادي يلعبوا بيناتها تقول لي اللي غادي نجيب بحال حتى هو المدرب منتخب منهم منتخب منهم يعني عادي ما بزاف دابا كازا انا في المغرب انا في القصر نقدر نجيب لهم لك سهلين شويه كيما دار البيضاء بزاف ديال الموالي كبار احنا شوف عتحرجني ولكن عندي لا ما كاينش حاجه دابا ملي سولتيني على ميسي وعلى رونالدو هما لعابه كبار ما غاديش نحيدهم وكان ميسي نعم الاقتناع ديالي كيعجبني دو كاليتي ماشي قلت لك رونالدو قتلته ما كاينش ما يمكنش نكرهه هادي انت عندك واحد سميتو ديالك غتجبد 5 اللي غادي تلعب بهم صافي التشكيله القصر موجود حط عليا رابيدمون عندك 5 الناس انا لاعب فيها ولا ما لاعبش لا انت مدرب ما داخلش انا مدرب صافي مزيان سهلتي كيكون عندي شي جوج كل عام دخل الواد عندك 3 اللعابه الفرسان عندك عندنا مصطفى البوعدي ايه مصطفى البوعدي شريف قنون عندك حاج عبد الرحمن الغفقي عندك شريف كنيكسي عندك نقولوا مهيرو هادو مولا مالاكاجي او هاد مهيرو اسمح لي عن النداء مهيرو حيكون عنده البديل ديالو طابجي بزاف الاخوان صراحه راه بزاف شوف هادو اصدقاء ومولاع هادو هكذا هكذا كلعبه ولكن هادو مولاع حتى هما هادو كيرجع لهم الفضل هاد الناس هادو كيرجع لهم الفضل ان جمعيه لوكوس باقا واقفه نعم باقا واقفه هادو كيرجع دوزو لكازا كازا صعب سهل ليا بزاف شوف انت كتجي لكازا وكتعرف الماليه ديال كازا انا جوج غنعلق لهم واحد 10 واحد 9 شكون هما؟ السيد 10 السيد عبد الحق ايه 9 امين زيد عندك 7 غنشوف لك عندك يوسف الحكم ايه باقي لي جوج ايه عندك توا عندنا عزيز بزاف شفيق الله يجزيه بخير عندنا عزيز بزاف نسيت مولع واحد اخر حتى هو شاب مزيون حتى هو كي يوسف خماسي هادو هما المنتخب ديالك هادو المنتخب ديالك بخير راضي عليهم من حكم لهاد الجوج حكم لهاد الجوج هاد الفريق غيلعبو خصهم حكم نزار نزار نزار
خويا كان اولا بعدا ما عندي من تسالك مني جاوبتي على هذا السؤال لان كاين اللي غيتحفظ لي على هذا السؤال عادي. انا قلت لك اللعابه بزاف وانا بحكم المعرفه ديالي انا كازا نخسرها انا قلت لك فاسيل ولكن كازا تبارك الله بزاف خويا تبارك الله كاملين وانا كنعرف لي عندي لعابه قبل ما عندي ما نسالك ما فيها حتى شي حاجه ما كاينش هنا اللي قلقك ولا اللي تقلق هذا ولا هذا حنا كما قلتي راه القصر كاينين فيه موالع كاع ما معروفين ليا انت ما كتعرفهمش واقيلا عام مخبيين في دارهم خدامين. المهم حنا بكازا دابا كتقامونا ما كنعرفوش حنا كاع واش حنا نعرفو كاملين ولكن شوف حنا كنا موالع شي مادام كتحب داك الطائر وكتدخل حيت هذا هو الفرق حب الطائر ماشي هو الكلام خاص بلا تحب داك الطائر باش تبغي لا سبيسياليتي ديالو الكلام. خويا مراد كنشكرك بزاف على هذا اللقاء هذا وسمح لي عطلتك على وليداتك وبارك الله فيك نهار كبير هذا ومرحبا بكم مرحبا بك شكرا خويا بارك الله فيك الاخوان ديال الدار البيضاء بارك الله فيك شكرا والاخوان كاملين اللي نسيت الناس المعارف حتى هما شكرا خويا بارك الله سي عبد الله الجواحي سي محمد بارك الله فيك باتري مهدي أنطوان كلشي الدراري كلهم كلشي الاخوان وشكرا لك انت وكنسلم على الناس ديال القصر راه كتنوب عليهم انت ان شاء الله تجي واحد واحد النهار اخر نجي نعزل شي واحد اخر يعني ولا شي مدينه اخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم وشكرا لك بارك الله فيك اخويا شكرا.